والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد نبينا رسول الله. أعزائي الطلاب، أقدم لكم مادة اللغة العربية للصف 11، مدرس اللغة العربية صفوت أحمد الرفاعي بمدرسة حمد بن عبد الله الثانوية المستقلة للبنين. وهذه الحصة هي حصة قصيرة عبارة عن مراجعة وإطلالة سريعة عما يمكن أن تحتاجون إليه في الاختبار أو التقييم الثاني لعام 2014-2015 في اللغة العربية للصف 11 متقدم. فاليوم إن شاء الله بنبدأ أكثر من شيء سريعا، نعمل بالمثل الذي يقول علمني، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. فالحين نحن هنعرف كيف نجيب عن أسئلة الاختبارات وبعض الأمور وبعض القواعد نمر عليها للتذكرة لكي نعرف كيف نجيب عنها في الاختبار بأمر الله. وأهمها أهم أمر في الاختبارات هو موضوع الإنشاء أو الكتابة. عندنا موضوعين يا شباب كما قلنا، موضوع الكتابة القصيرة والكتابة الطويلة. نبدأ، وأعطيتكم هذا النموذج من قبل، نبدأ نأخذ النموذج هذا سريعا. وهذا للتأكيد أن لابد أن نكتب الإنشاء ونعتني به ونعطيه حق الموضوعين وكما هو مطلوب، ونوفي المطلوب في السؤالين المطلوبين في الإنشاء. أول شيء الكتابة القصيرة، لأن الورقة التي لم يوجد فيها إنشاء من الممكن أن لا تدرك ولا تصحح. خلاص؟ اتفق. الكتابة القصيرة بيقول لي مثال: اكتب نصا إجرائيا متضمنا 4 إجراءات لكيفية استخراج وثيقة السفر أي جواز السفر، موظفا خصائص النص الإجرائي مع الحفاظ على البناء التركيبي للنص اللي هو مقدمة عرض خاتمة. طبعا للأسف بعض الطلاب يكتبون النص الإجرائي 4 نقاط، 1 2 3 4، هو ده النص وكده كفى الله. طبعا هذا لا يصح، أنقص درجاته وبشكل واضح. أنقص درجاته بدون أن يشعر. ولكن حينما أطلب منك موظفا خصائص النص الإجرائي مع الحفاظ على البناء التركيبي، أي أقصد أن لابد أن يكون للموضوع مقدمة وعرض وخاتمة. طيب مقدمة، أعلمك كيف تكتب مقدمة. عندما أقول لك استخراج وثيقة سفر، وثيقة السفر اللي هو جواز السفر، طبعا كلنا نعلم ما لهذه الوثيقة من أهمية، أهمية كبيرة في حياة كل شخص في المجتمع. لا يستطيع أن يتحرك من دولة إلى دولة إلا بهذه الوثيقة. هذه الوثيقة هامة للغاية. فلذلك حقول كمقدمة: أنا رجل، ممكن أضع عنوان أيضا، أكتب هذا العنوان جواز السفر، ويبقى أنا وفيت نقطة اللي هي العنوان. بعد ذلك أكتب المقدمة ولو جملة واحدة، جملة استهلالية، جملة واحدة حتكون كافية. أقول إن جواز السفر له أهمية كبيرة في حياتنا، ولذلك إذا أردت أن تستخرج هذه الوثيقة فعليك اتباع الخطوات أو الإجراءات، أي كلمة منهم صحيحة،
الإجراءات الآتية، ثم بعد ذلك تكتب 1 2 3 4 أربع إجراءات عندك ممكن تكتبهم مع اللي هم مطلوبين. طب أنت عندك إجراء خامس أو سادس، لا مانع أكتب، لكن لا تقلل عن 4 إجراءات، عن 4 إجراءات، 4 إجراءات خلاص. طيب هل كتبت مقدمة خاتمة أم لا؟ لازم تكتب خاتمة. خاتمتك في كلمة في سطر واحد، هي أنا بختصر معك حتى توفي المطلوب وتأخذ الدرجة الكاملة عزيز الطالب. هتكتب باتباعك في نهاية الموضوع بعد أن تكتب 4 إجراءات 5 إجراءات، هتكتب الخاتمة هي، هتكتب تقول إيه؟ باتباعك الخطوات السابقة تستطيع أن تستخرج جواز السفر بنجاح، وشكرا على ذلك. هذا موضوع الكتابة القصير، عليه 5 درجات، عليه 5 درجات. إذا نفذت هذا الموضوع بهذه الطريقة حصلت على 5 درجات كاملة، هذا مؤكد إن شاء الله. الموضوع الثاني، الكتابة الثانية، اللي هي الكتابة الطويلة، أيضا في وحدة النص الشعر. يبقى الكتابة القصيرة في وحدة النص الإجرائي والإرشاد. اليوم الموضوع الكتابة الطويل أو الكتابة الطويلة في النص الشعر. سيأتي لك 4 أبيات مثل هذه 4 الأبيات، ثم يضع لك السؤال أسفل 4 أبيات، ونفس هذه الصيغة سيقول لك انثر الأبيات السابقة. ما معنى انثر؟ اتفقنا وعرضنا وكتبنا مثل هذا، وكتبنا مثل الموضوع السابق. هتقول انشر، اشرح. انثر يعني اشرح الأبيات السابقة. اسمع، فيما لا يقل عن 15 سطرا، 15 سطرا مشتملا على اللي هو البناء التركيبي. اي نص في الدنيا علمنا وعرفنا ان له بناء تركيبي كامل، مكون من مقدمة وعرض وخاتمة. طيب مع توظيف ادوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة، ولكن اثناء الشرح يا شباب عليك أن تبرز في كلامك وتتحدث في كلامك وفي شرحك عن هذه النقاط 4. 1 الفكر، 2 المعاني الضمنية، 3 العاطفة، 4 الخيال. هذه محاور أساسية عندما أتناول شرح أي أبيات. إذا تحدثت عن أبيات هتحدث عن الفكرة لكل بيت. إذا تحدثت عن الأبيات هناك بعض المعاني اللي بستشفها من كل بيت من الأبيات. هناك عاطفة دفعت الشاعر إنه يتحدث في هذا الموضوع، وأثرت عليه في اختيار كلماته وفي اختيار صوره، والخيال الذي استعان به من قوة العاطفة أو من تأثير العاطفة على الكاتب. حتى أن العاطفة تؤثر على الشاعر حتى في اختيار القافية والميزان أو البحر، حتى بحر الشعر الذي قال فيه هذه القصيدة، خاصة إذا كانت قصيدة عمودية. طيب ومن هنا الفكر، المعاني الضمنية، العاطفة، الخيال. أيضا كما هو معتاد نقدم لك في هذا الموضوع، في موضوع الكتابة الإنشاء الطويلة، مفتاحين. المفتاح الأول، حينما أقول لك قال الشاعر فلان الفلاني على سبيل المثال أحمد شوقي، أقول لك مادحا أو واصفا أو راثيا، مهم أقول لك أعطي لك مفتاحا.
ألا وهو مادحا مثلا المعلم. يبقى أنا عرفت الفكرة العامة لهذه الأبيات بتصب كلها في هذه الفكرة العامة اللي هي أن الشاعر يمدح المعلم، يبقى مدح المعلم. طيب ممكن أنا كده عرفت الغرض أو الفكرة العامة، ممكن أستغلها وأجعلها عنوان. طب وممكن في طالب عندي قبل كده قال لي أكثر طلاب كثيرون قالوا عناوين كثيرة منها مكانة المعلم. هذا صحيح، لأن الشاعر أيضا أراد أن يوضح مكانة المعلم في الأبيات. عنوان آخر ممكن يقول لي، هذا عنوان ممكن يقول لي مثلا احترام المعلم أو تبجيل المعلم، احترام المعلم. هذا أنا لم أعترض على العنوان، كل طالب يأتي بالعنوان الذي يراه مناسبا فسيكون صحيحا إن شاء الله. إذا أنت أول خطوة اتبعتها أتيت بعنوان من الأبيات، هذا يعتبر مفتاح أول. المفتاح الثاني يا شباب، أننا إذا كان معظم الطلاب يكرهون أو يعني لا يفضلون الشعر أو أبيات الشعر في الإنشاء وفي الكتاب وبحجة أنها صعبة، نعم ممكن نتفق معكم في ذلك بعض الشيء، ولكن أعطيناكم الحل في أن بعض الكلمات الصامة نكتبها لكم في الاختبار موجودة تحت الأبيات، الكلمات الصعبة التي تعتبر مفاتيح للمعنى لكي تفهم معنى الأبيات وتفهم الفكرة اللي موجودة في الأبيات. خلاص يا شباب؟ وبالتالي أول شيء يبقى احنا المفتاحين عرفناه، العنوان نأخذه من هذا، يقول الشاعر كذا أو قال الشاعر كذا مادحا واصفا وهكذا. المفتاح الثاني بعض معاني الكلمات، اقراها الاول واعرفها الاول حتى تستطيع ان تجيب عن او تفهم باقي الابيات ومعاني الابيات. ثم بعد ذلك هنبدا نكتب مقدمه. طبعا المقدمه لابد ان تكون ممهده لهذا الموضوع، ماخوذه من هذا الموضوع. انت لست تكتب شعر وانما تقدم تمهيد وتهيئة لهذا الموضوع. أنت علمت وعرفت أنهم في مدح المعلم، هذه الأبيات في مدح المعلم وتتحدث عن مكانة المعلم. فلو هناك طالب قالوا لي الطلاب إن مقدمات مثل هذه، وسأقولها لكم، إن المعلم له دور كبير ومكانة عظيمة في حياتنا وفي تاريخ الأمم وحضاراتها. يكفيها مثل هذه المقدمة، تكفي مثل هذه المقدمة لمثل هذه الأبيات. ثم بعد ذلك أنتقل إلى أتناول الفكرة التي قالها الشاعر. حينما أقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، طبعا هذه ماذا استفدت؟ ما المعنى الموجود؟ طبعا أنا أريد أن أسرع حتى أعطيكم أكثر قدر ممكن. فهنقرأ البيت من هذه الأبيات وأعرف الفكرة العامة وأقول لقد تناول الشاعر بعض الفكر، وتضع خط تحت كلمة الفكر أو الأفكار. لماذا؟ حتى أنا أو أي معلم بيصحح يرى أنك تحدثت عن الفكر وأفردت لها بعض الأسطر وكتبت عن الفكر التي تناولها الشاعر. بعد أن أنتهي من الفكر هضرب مثال أو أقول مثلا قم للمعلم وفي التبجيل. ما الفكرة هنا؟ كاد المعلم أن يكون رسول. ما الفكرة هنا؟ الفكرة هنا أن بعض الفكر منها ضرورة ضرورة احترام المعلم
لما له من منزلة، لما له من منزلة عظيمة تكاد تشبه، تكاد تشبه منزلة الرسل. هذه فكرة أولى ترتبط بالبيت الأول، وأيضا ثم تأخذ نقطة وتبدأ من أول السطر وتقول وأيضا يقول الشاعر في البيت الثاني أو الفكرة، وأيضا الفكرة الثانية في البيت الثاني هي، وتبدأ تتناول فكر الأبيات فكرة فكرة. بعد أن تتناول فكر الأبيات ارجع إلى المعاني الضمنية. ما المعنى الضمني؟ أنا هطبق على بيت واحد، ثم بعد ذلك أنت بتكمل القصيدة أو الأبيات. المعنى الضمني في البيت الأول، المعنى الضمني يعني معنى موجز أستنتجه أفهمه بعقلي، ألا وهو قبل المعلم وفي التبديل كاد المعلم أن يكون رسولا. يبقى هنا المعنى الضمني احترام المعلم، احترام المعلم واجب لرسالته العظيمة التي يقدمها لنا أو للمجتمع. احترام، يبقى المعنى الضمني هنا بعد أن تتناول الفكر كلها تنتقل للمعنى الضمني وتقول ومن المعاني، ومن تقول ومن المعاني الضمنية التي اشتملت عليها الأبيات، التي اشتملت عليها الأبيات هي برضو تقول واحد احترام المعلم، احترام المعلم واجب لما له من رسالة عظيمة، لما له من رسالة عظيمة في البشرية. يكفي. ثم تنتقل للبيت الثاني والثالث والرابع، ثم لا بد أن تبرز هذه النقاط، الفكر، المعاني الضمنية، العاطفة. بعد أن تنتهي من المعاني الضمنية تقول وكانت العاطفة كده، تكتب وكانت كده، وكانت من أول السطر العاطفة، وتضع خطا تحت كلمة العاطفة لتبرزها لنا لكي نقرأها ونحن نصحح، تمام، وتعطينا إشارة إلى أنك تتحدث عن شيء من هذه الأمور المطلوبة منك. وكانت العاطفة واضحة حيث كانت هي حب الشاعر وتقديره للمعلم، وحثنا على احترامه. وبرضو أيضا كيف تأثرت القصيدة بعاطفة الشاعر، تقول ولذا لجد ذلك واضح، اكتفي بالألفاظ حتى لن نطلب منك أكثر من ذلك، ولذا نجد ذلك واضحا في استخدام بعض الألفاظ المعبرة عن هذه العاطفة. وتذكر بعض الكلمات التي تمس أو تعبر عن العاطفة، لما يقول لي قم للمعلم، وأيضا فيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي أشرف وأجل من الذي بنى وينشئ، الذي يبني وينشئ، يبني وينشئ. كل هذه كلمات تدل على اعتراف الشاعر بدور المعلم ومكانة المعلم وحقه الواجب علينا لاحترامه، تمام؟ أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته إلى النور، وهكذا.
بعض الكلمات تذكر 5 6 7 كلمات الفاظ تعبر عن عاطفة الشعر، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الخيال. الخيال ولو هتذكر صورة صورتين من الأبيات الموجودة هنا يكفي، بس المهم أنك تبرز لنا أو توضح لنا أنك تعلم ما هو الخيال، ما هي الصورة التي استعان بها الشاعر في هذه الأبيات. تذكر لنا صورتين على الأقل، وأيضا تبرز في كلامك تقول ولقد وظف الشاعر بعض الصور الخيالية التي مثلا تقول التي أعجبتني مثلا ومنها حينما يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، حينما يقول أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته إلى النور. تصور هنا أن الإنسان الجاهل هو يعيش في ظلام، إنما يتعلم أضاء له الطريق وأضاء له عقله هذا المعلم. فلذلك شبه الإنسان أن المعلم هو الذي يخرج الجاهل من جهله أي من ظلماته إلى النور أي إلى العلم، أي أن الجهل ظلام والعلم نور. وهذه الصورة واضحة، وعندك بعض الكلمات حينما ترى الظلمات والنور وهذه الكلمات التي بينها طباق بينهما طباق أيضا لإبراز المعنى وتوضيحه والتأكيد وتقريب المعنى لك كقارئ أو للمستمع. هذه كلها أمور ستجدها في القصيدة وفي الأبيات، وستجد نفسك إذا اتبعت هذه الطريقة في تناولك للأبيات الشعرية سوف تجد نفسك تكتب أكثر مما هو مطلوب منك 15 أسطر. ولا تنسى أيضا أن تختم كلامك وتأتي بخاتمة، وخاتمة تكون مناسبة تقول فيها إن المعلم له دور عظيم أيضا، وكلنا حقا يجب علينا جميعا أن نحترم المعلم ونبجله أو نحترمه ونقدم له كل الاحترام والتقدير. هذا يكفي كأي خاتمة تشعرنا أنك انتهيت من كلامك وختمت كلامك بالنسبة للإيه؟ للقصيدة، خلاص؟ أو ممكن تقول هناك شعراء كثيرون تحدثوا عن دور المعلم، وهذه الأبيات التي سبقت أبيات جيدة فعلا مست دور المعلم، ولعل وعسى جميعنا كطلاب نحترم المعلم. هذه أيضا خاتمة جيدة بالنسبة لموضوع الكتابة. إذن هنا يا شباب موضوع الكتابة مهم جدا، عليه 15 درجة، الموضوع القصير 5 درجات، والموضوع هذا 10 درجات. تخيل أنت معك 3 درجات الاختبار في الإنشاء، وللأسف معظم الطلاب يستهترون يهملون هذا الموضوع أو هذه الكتابة للأسف. طيب ثم بعد ذلك ننتقل سريعا يا شباب، سيأتي لك نصين قراءة، نص شعري ونص إجرائي أو إرشادي. أيضا علينا هنفتح أمامكم مفاتيح الأسئلة، نفس صياغة الأسئلة التي ستأتي لك في الاختبار لكي نتعلم. هذا السؤال نجيب عنه كيف، هذا السؤال نجيب عنه كيف، هذا السؤال نجيب عنه كيف، على وجه السرعة كده يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هذه مفاتيح للأسئلة، وأول سؤال سيأتي لك هو الاستماع. حينما تستمع للنص مرة واثنين، وقبل أن تستمع للنص لابد أن تقرأ الأسئلة لتتوقع ملامح الإجابة عن هذه الأسئلة. وحينما تستمع للنص فعلا ستجد
أنك كونت الإجابة، حددت الإجابة بأكثر سرعة ودقة في نفس الوقت. أول سؤال ممكن يسألك فيه في النص الاستماع يقول لك أي الفكر التالية وردت في النص المسموع. سيأتي لك بأربعة فكر، ثلاثة من خارج النص، واحدة من داخل النص، من نفس النص اللي أنت استمعت إليه. فعليك أن تحدد على الفكرة التي وردت واستمعت إليها في النص. ما الهدف من النص المسموع؟ هتقرأ النص، هتستمع للنص، ثم تكون فكرة أو تكون تستطيع أن تستنتج إيه الهدف من النص ده؟ ليه هو بيقرأ علينا، قرأ لنا أو تحدث لنا المتحدث بهذا النص؟ ثم بعد ذلك طبعا ممكن يقول لك عنوان، ويقول لك اكتب عنوانا مناسبا للنص الذي استمعت إليه. هذا فيه. ماذا طلب الشاعر في البيت؟ لأن نص الاستماع إن شاء الله سيكون أبياتا من الشعر. فماذا طلب الشاعر في البيت؟ كذا، الثاني، الثالث، الرابع، حسب ما يكون السؤال. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القراءة. أيضا أنت ستقرأ النص، وهو أيضا أبيات من الشعر. ثم يقول، يسألك أول سؤال، ما الفكرة الرئيسية في الأبيات السابقة؟ يعني زي ما احنا في موضوع الكتاب استطعنا أن نقول الفكرة الرئيسية كلها هي مدح الشاعر للمعلم، أو مكانة المعلم وتقديره، خلاص، أو منزلة المعلم. أيضا هنا ستجد بعض أربعة اختيارات، ستكون هناك فكر أخرى من خارج الأبيات، وفكرة واحدة هي الواردة وهي الإجابة الصحيحة من بين الأربعة فكر. طيب، من الأساليب التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي في البيت السابق، سيأتي لك بأسلوب ببيت ثم يضع لك هذا السؤال. وهناك أساليب كثيرة، أساليب التوكيد وأساليب الاستفهام والإنشاء، الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. طبعا احنا اتفقنا أن الأسلوب الإنشائي يضم عدة أشياء، الاستفهام والنداء والرجاء والتمني والأمر والنهي والرجاء، كل هذه من أساليب الإنشاء. أما الأسلوب الخبري هو الكلام الذي يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، بالصدق أو الكذب، وهو كلام أيضا لا خالي من هذه الأساليب التي ذكرناها الآن. ثم بعد ذلك يقول لك من الأساليب التي وظفها الشاعر للتأثير في المتلقي في البيت السابق، وسيأتي لك بأربعة أساليب عليك أن ترى ما الأسلوب الذي برز في البيت السابق ثم تختاره وتحدده كإجابة. ثم بعد ذلك أي الأبيات الآتية يظهر فيه تأثر النص بإطار التاريخ. هذا السؤال أريد أن أقف عنده بعضا من الوقت. ما هذا السؤال؟ أي نص أو أي شعر يعتبر كأنه هو صحفي إعلامي بيتحدث عن هو لسان حال الشعب أو حال المجتمع؟ فحينما يسود المجتمع أي ظاهرة من الظواهر أو أي حالة من الحالات، ستجد أن كلام الشعراء معظمهم يعبرون عن هذه الحالة تأثرا منهم بالجو أو الإطار المحيط بهم. فإن كانت هناك ظاهرة اجتماعية ستجد كلام الشعراء، وتستخرج بعض الكلمات، أو ستجد في البيت اللي هو موضع السؤال اللي جاي لك كلمات تدل على تأثر الشاعر بالموقف أو بالحالة الموجودة في ذلك الوقت، سواء كان ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو تاريخية، حدث تاريخي أو دينية، تمام؟ وأحيانا الحدث التاريخي يكون حدث ديني ولكنه صار تاريخا يسجل، صار تاريخا يذكر، صار تاريخا يدرس، فلذلك ممكن أن أطلق عليه حدثا تاريخيا. طيب، إذن هنا هذا السؤال عندما أعرف ما هو المطلوب منه سأتأكد هنا أنه سهل. لماذا؟ لأنه بيقول لك في البيت السابق طبعا، أو في الأبيات، سنجد في الأبيات بيت مثلا يدرس فيه بصورة واضحة بصورة قوية تأثر الشاعر بإطار التاريخ اللي هو عايش فيه في ذلك الوقت، سواء في العصر الحديث أو في العصر الإسلامي
في منذ صدور الإسلام أو في العصر الجاهلي. طبعا الأبيات ستعرف منها ومن خلال الكلمات ستعرف فعلا تأثرت بأي عصر. طيب ما الغرض من توظيف الأسلوب الخبري والإنشائي في البيت السابق؟ الخبري أو الإنشائي، طبعا هو هيجيب لك واحد من الأساليب، إما الخبري وإما الإنشائي، خلاص. وبالتالي عليك أن تعرف نوع الأسلوب اللي جه في السؤال، هيكون يا الخبري يا الإنشائي، واحد من الاثنين. فعليك أن تعرف ما الغرض من توظيف الأسلوب هذا الأسلوب الخبري أو الإنشائي، وتحدد الإجابة. أيضا السؤال اللي بعد كده يقول لك البيت الذي يوجد فيه تناص، أيضا نقف عند فكرة التناص. فكرة التناص هذه يا شباب هي تأثر الشاعر، وإما يكون هذا التأثر أو هذا التأثر أو هذا الاقتباس هو مقتبس معنى معين، إما أن يكون هذا الاقتباس متعمد أي يقصده الشاعر وبإرادة منه، أو يكون عبر الصدفة ولم يكن متعمدا، وإنما هي توافق الفكر اللا إرادي مع قصيدة أو مع آية قرآنية أو مع حديث شريف. فالتناص هو أن يأتي الشاعر بفكرة ويعبر عنها قد وردت في القرآن الكريم، قد وردت في بيت من أبيات الشعر عند أو في قصيدة من قصائد الشعراء السابقين له، أو قد وردت في حديث شريف أو في قول مأثور. كل ذلك هو متعمد أن يوافق أو يوظف هذه الفكرة مرة ثانية في أبياته، فهذا يعتبر تناص ومقصود. أما التناص غير المقصود هو أن يقول الشاعر فكرة وبعد أن يطرحها ويتحدث عنها نفاجأ أنها فعلا كان هناك شعر آخر تناولها أو صادفت معنى من معاني القرآن الكريم، ولكن في الغالب بيكون التناص متعمد، وهذا هو ما نأتي به لك حتى أنت يكون بارز بالنسبة لك كطالب وتستطيع أن تحدده وتجيب عن سؤالي. فلذلك ما نوع البيت الذي يوجد فيه تناص مع البيت السابق؟ يعني ممكن يجيب لك بيت ويقول لك ما ويجيب بيتين اثنين أربعة أبيات مثلا، أقول لك ما البيت الذي يوجد فيه تناص من الأربعة أبيات الاختياري مع البيت السابق، يكون جايب لك بيت سابق أو يكون جايب لك آية قرآنية سابقة أو يكون جايب لك حديث شريف، أي شيء من هذه الشواهد، يا بيت من أبيات الشعر أو آية من الآيات القرآنية أو حديث شريف، يأتي به لك ثم يقول ما البيت الذي يوجد فيه تناص مع البيت السابق أو الآية القرآنية أو الحديث الشريف. طبعا أنت بتختار تقرأ مع الأبيات، تستطيع أن تعرف المعاني التي تناولتها، تستطيع أن تعرف المعنى الموجود عندك في البيت السابق أو الآية أو الحديث الشريف، ثم تقول أو تستطيع أن تحدد هذا البيت ده بيتحدث عن نفس الفكرة اللي هي في البيت السابق أو في الآية السابقة أو في الحديث الشريف. هذا سؤال التناص. ما نوع المجاز في البيت السابق؟ استعارة، كناية، تشبيه، مجاز. طبعا هذه أنواع المجاز. ثم بعد ذلك كيف تأثرت القصيدة بالعاطفة المسيطرة على الشعر؟ طبعا هنا أنا موضوع تأثر الشاعر أو تأثير العاطفة على القصيدة موضوع كبير جدا ويطول شرحه، ولكن أنا أوجز معك الكلام يا ابني كما قلت لك في الأبيات اللي احنا كتبنا عنها، أقول لك اختر الألفاظ هي البارزة وهي الواضحة والتي يتضح فيها بصورة مباشرة تأثر الشاعر بالعاطفة أو تأثير العاطفة الشاعر على الأبيات، فبيظهر في الألفاظ. فاذكر لنا مثلا بعض الألفاظ الموجودة التي تعبر عن عاطفة الشاعر، جعلته يأتي بكلمات متضادة، يأتي بكلمات معبرة عن المعنى المراد، فهذا من تأثير أو تأثر القصيدة بعاطفة الشعر. أيضا وظف الكاتب صورا كلية مشتملة على حركة، وحيذكر لك بعض الكلمات
أو كلمات تدل على حركة وردت في الأبيات، يذكر لك بعض الكلمات ويقول لك وضح دورها في القصيدة. يعني حينما أنا أتحدث معكم عن موقف ما، إذا أنا أتيت بكلمة أو بصورة كاملة كده بتشبيه تمثيل مثلا واستعنت بهذه الكلمات، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله الله، من الممكن في غير القرآن أو كان من الممكن أن يقول لنا سبحانه وتعالى مثل أو يقول لنا أن أجر النفقات والتصدق والزكاة وكل ما تنفقه أنت أجره كبير يماثل كذا أو كذا أو أجر كبير، لكن انظر إلى هذه الصورة الكاملة لكي يقرب لنا المعنى، لكي نفهم المعنى بصورة أوضح. لكي نفهم المعنى بصورة أوضح، فأعطانا صورة تمثيلية كاملة تشتمل على كلمات فيها حركة، تشتمل على كلمات فيها لون، تشتمل على كلمات فيها صوت، فاختر من هذه الكلمات كلمات التي مثلا تدل على حركة، وحيكون هو ذكر لك هذه الكلمات، هيقول لك ماذا أفاد هذا التوظيف؟ أفاد فهمنا المعاني اللي موجودة، وتذكر معنى أو اثنين من المعاني الموجودة في الأبيات المدرجة لك في الاختبار. تمام؟ تقول هذه الكلمات أو هذه السورة أعطت قربت المعنى وجعلتنا نفهم الأبيات ونفهم بعض الفكر ومنها كذا وكذا وكذا. طبعا هذا بفضل أو بتأثير أو بأثر وجود الصورة الكلية التي رسمها الشاعر من خلال الأبيات كاملة. طيب ثم بعد ذلك انتقل أي الفكرة التالية وردت في النص. هذا السؤال الثاني برضو هيجيب لك 4 فكر، 3 من خارج النص و1 من داخل النص. ثم بعد ذلك أي الجمل التالية تشتمل على كلمة مقتربة. طبعا احنا كل اختبار يأتينا هذا السؤال، الكلمات المقتربة والكلمات المهجورة والكلمات المستحدثة، واخدين بالكم يا شباب؟ فالكلمة المقتربة هي الكلمة المأخوذة من لغة أخرى وظلت كما هي، لا تغيير فيها، ونستخدمها كما هي في اللغة العربية، ولكنها بارزة واضحة ومعلومة لدينا. خلاص؟ أي الجمل التالية تشتمل، خلاص؟ أي الجمل الآتية حوت معنى أي اشتملت على معنى كلمة كذا؟ هيجيب لك كلمة ويجيب 4 جمل في جملة من 4 معنى تحتوي هذه الجملة على معنى هذه الكلمة التي بين القوسين، وسيكون تحتها خط كده وبين القوسين ويقول لك كما في السياق السابق. طيب ثم بعد ذلك المعنى الضمني لما تحتوي خط في العبارة السابقة، سيأتي لك بعبارة ويضع لك خط تحت جزء منها مثلا ويقول لك ما المعنى الضمني. والمعنى الضمني كما اتفقنا يا شباب هو المعنى الذي استنتجه انا، استنتجه انا بعقلي، افهمه انا بعقلي. اذكر هذا المعنى ليس بمعنى غريب ولا شاذ، لا، هو معنى قريب وافهمه. يعني حينما قلت او حينما قال الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا، كاد المعلم ان يكون رسولا، فطبعا هنا كاد المعلم ان يكون رسول. في هناك معنى ضمني يا اخي في هذه العباره وفي هذا الشطر من البيت، ان المعلم له منزله عاليه تشبه منزله الرسل، هذا يعتبر معنى ضمني. ايضا انت حينما يطلب منك هذا السؤال حاول ان تستنتج هذا المعنى بهذه الكيفيه. خلاص؟ ثم بعد ذلك ادخل على الهمزات، لما كتبت الهمزه في كلمه كذا على كذا على الحرف كذا في كلمة كذا، لما كتبت الهمزة المتوسطة المتطرفة أي نوع من أنواع الهمزات حسب ما سيأتيك السؤال، على الكلمة على الألف على الواو على نبرة في كلمة كذا. طبعا هتكتب أنت الإجابة أو لا، هتختار الاختيارات. طبعا إحنا عندنا قاعدة أساسية يا شباب متفق عليها واتفقنا عليها دائما،
اقرأ الكلمة اعرف حركة الهمزة نفسها اما مضمومة او مفتوحة او مكسورة، ثم بعد ذلك حركة الحرف الذي يسبقها، حركة الحرف الذي يسبقها، وتقول لأنها مثلا مفتوحة ما قبلها مفتوح، أو ساكنة ما قبلها مرفوع، وهكذا حسب حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. إذا أنت تحريت الدقة في هذا الاختيار أو في القراءة، ستجد نفسك اخترت اختيارا صحيحا موفقا بإذن الله. ثم بعد ذلك ما العلاقة بين الكلمتين اللتين تحتهما خط؟ طبعا يجيب لك عبارة أو بيت أو عبارة ويضع لك خط تحت كلمتين لتحدد نوع العلاقة، وسيأتيك بأربع أنواع من العلاقات، أربعة علاقات مختلفة. خلاص؟ بعد ذلك ما غرض الأمر في العبارة؟ احنا هندخل على بناء الجملة. ثواني يا شباب، دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا شباب لو سمحت. طبعا احنا عرفنا السؤال بين كلمتي كذا وكذا علاقة، يقول لك جناس او طباق او سجن، حدد نوع العلاقة اللي موجودة بينك، وما اثر هذه العلاقة في خدمة المعنى. سيقول بين كلمتي كذا وكذا علاقة من دول، ثم يقول لك حلو انت عرفت العلاقة، طب وضح لي اثر هذه العلاقة في خدمة المعنى. ما معنى في خدمة المعنى؟ يعني ساعدني على ان انا افهم هذه العلاقة، ساعدتني على ان انا افهم المعنى ام لا، صار المعنى واضحا ام لا، ولا مبهما، ولا زاد ابهاما. فبالتالي لابد ان هذه العلاقة توضح لي اثرها في المعنى او في فهم المعنى. السؤال بعد ذلك حدد الكلمة المهجورة في العبارة السابقة. طبعا احنا قلنا الكلمة المهجورة التي أصبح العرب لا يتحدثون بها الآن أو لا يستخدمونها الآن، كانت تستخدم في العصر الجاهلي مثلا، أو ولم يكن يستخدمها العرب الآن أو الناس في العصر الحديث الآن، وصارت موجودة في المعاجم فقط لا غير. طيب حدد الكلمة المستحدثة في العبارة السابقة. والكلمة المستحدثة هي الكلمة التي أتى بها مجمع اللغة العربية ولتواكب العصر الحديث اللي احنا عايشينه، وتواكب التكنولوجيا والعصر اللي احنا بنستخدمه، الأدوات الحديثة التي نستخدمها والإمكانات الحديثة التي نستخدمها الآن. حدد الكلمة المستحدثة في العبارة السابقة وصارت واضحة ومباشرة. طيب بعد ذلك بناء الكلمة والجملة والخطاب. أسئلة بناء الكلمة والجملة والخطاب يا شباب. أول سؤال هيقول لك أي الجمل الآتية كتب فيها العدد بصورة صحيحة؟ سيأتي لك بأربعة جمل نفس العدد ولكن مكتوب بصور خطأ ما عدا عبارة واحدة سيكون فيها الجمل العدد مكتوب بصورة صحيحة. ثم بعد ذلك السؤال اللي بعد كده، ما صيغة الأمر التي وظفت في الجملة السابقة؟ طبعا احنا عارفين صيغ الأمر كثير، أربعة، تمام؟ فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر، تمام؟ كل هذه الصيغ موجودة، فلا بد أن تختار واحدة من هذه الأمور. طيب ما صيغة الأمر التي وظفت في الجمل السابقة من هذه الصيغ؟ السؤال اللي بعد كده، أي الجمل الآتية عرف فيها العدد تعريفا صحيحا؟ طبعا احنا عارفين قاعدة تعريف العدد، وعليك ان تراجع هذه الدروس سواء الامر واغراضه والعدد تعريفه وتذكيره وتأنيثه واعرابه، ولكن اعرابه لم نطلب منك في الاختبار اعراب، فعليك ان تركز على العدد تعريفه والتذكير وتأنيثه. فلذلك أي الجمل الآتية عرف فيها العدد تعريفا صحيحا؟ سيأتي أيضا بعدد مكتوب بالألفاظ أو بالحروف العربية معرفا بالألف واللام في كل الأربع جمل، بس بطريقة خطأ ما عدا جملة واحدة سيكون فيها العدد معرفا تعريفا صحيحا، فعليك أن تختار الإجابة الصحيحة إن شاء الله.
أعد كتابة الجملة السابقة مع تحويل العدد فيها إلى حروف عربية. طبعا هيأتيك بأرقام مثلا 15 16 11 7 8 أي رقم أي أرقام، ويطلب منك تحويلها إلى لغة العربية وكتابتها بالحروف أو بالألفاظ أو بحروف اللغة العربية مع تحويل العدد فيها إلى حروف اللغة إلى حروف عربية. ثم بعد ذلك سؤالي بعد كده أدخل ال لآل التعريفية على العدد في الجملة السابقة. سيأتي لك بجملة فيها عدد ويقول لك أدخل ال عشان تعرفني أنت هتدخل ال في أي مكان على العدد على المعدود حسب نوع العدد اللي موجود في الجملة. سأدخل ال على العدد في الجملة السابقة واكتبها صحيح. ما غرض الأمر في العبارة السابقة أو في البيت السابق أو في الآية السابقة؟ طبعا عارفين أغراض الأمر كثيرة، منها الدعاء ومنها الرجاء ومنها التمني ومنها التحقير ومنها النداء. كل هذه أغراض الأمر كثيرة جدا، فلا بد أن نركز ونعرف ما المقصود منها، التحصر منها، التهديد منها، أشياء كثيرة جدا. طيب مثل في جملة من إنشائك موجودة عندك في الوحدة، في الوحدة الثالثة وحدة النص الشعري، الأمر وأسلوب الأمر وأغراض كلها مدرجة في الوحدة الرابعة. عليك أن تعود إلى أسلوب الأمر في الكتاب المدرسي وأغراضه موجودة عندك، ويعقوبها التدريبات تم حلها والإجابة عنها، وستؤكد معلومتك من خلال مراجعتك مرة ثانية. مثل في جملة من إنشائك لأسلوب الأمر. تمام غرض، ممكن يقول لك يكون غرض الدعاء، ممكن يكون غرض التمني زي ما قلت لك، او غرض الرجاء، او غرض التهديد. اي غرض من دول هتاتي باسلوب الامر يكون غرضه مثل هذه الاغراض. لو مدى غرض الدعاء هقول مثلا رب اغفر لي وارحمني انت مولاي. طبعا رب اغفر لي اغفر هذا امره، ولكن غرض الدعاء غرضه الدعاء. هكذا سيأتي السؤال الذي يسألك عن الغرض من أسلوب الأمر. طبعا موضوع الكتاب اللي هي رابعة بدأنا بالنهاية، يعني ان احنا بدأت بالكتابة لماذا؟ لأشعرك أيها الطالب ولا أؤكد لك على أهمية موضوع الكتابة في الاختبار. هذا ما عرضناه هي عبارة عن مفاتيح للأسئلة، عبارة عن صيغ فقط للأسئلة. عليك أن تفكر، تفكر كيف ستجيب، كيف ستجيب. هذه المفاتيح تعرفك كيف تستطيع أن تنجز اختبارك وبتأني وبدقة حتى تضمن بأمر الله النجاح، والله تعالى هو الموفق وهو المستعان على ما نقول. وجزاكم الله خيرا أيها الطلاب، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا، نشكركم على حسن متابعتكم.